بالبداية سيدتي الكريمة، إذا عدنا إلى فترة تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع تحديدا، نجد أن النظام قد حصلت له انتكاسات عديدة وقتل متعددون في البادية السورية من خلال جيوب التنظيم الذي تقوم بشكل دائم بعمليات دهم وملاحقة لعناصر النظام الحكومي في تلك المنطقة. وآخر تلك الضحايا أو القتلى هم مقدم وعنصري، وبالتالي حاول نظام أسد وقواته العسكرية سحب جزء كبير من تلك القوات التي لديه في حماة وفي إدلب وفي حلب باتجاه البادية السورية لكي يخفف أو يقلل أو يمنع الإصابات والضربات التي يتلقاها من التنظيم. وبالتالي هذا يترافق مع ما يريد النظام أن يقوله بأنني موجود على كل الاتجاهات، وبالتالي يصعد في منطقة حلب وفي منطقة إدلب وفي منطقة حماة، ورسائل متعددة يقول أنني متوجه على كامل المنطقة السورية وعلى الأرض السورية. لكن نعود ونؤكد أن تلك الضربات تستهدف مناطق وتجمعات شعبية، لذلك يحصل القتل ويحصل القصف بشكل دائم لتلك المناطق. يعني برأيك سيد حسام، هل هي فعلا يعني هل هي فقط هذا التصعيد، هل هو فقط لإثبات الوجود، أم يعني يمكن أن يؤدي إلى عملية عسكرية هناك، خاصة أن يعني هناك دخول للطائرات المسيرة على خط المواجهة ومناطق التماس؟ أعود وأكرر أن هذه لا تنمي ولا تبدي أي خطوات للتوغل في أي مناطق. يعني أسباب أن تلك المناطق الآن خط التصعيد الذي قامت به روسيا مع تركيا مع إيران، هذا الآن على الوضع على ما هو عليه، هذه ناحية أولى. الناحية الثانية المهمة جدا أنه لا نجد تحركات عسكرية على الأرض نهائيا، وإنما هو عبارة عن قصف من الجو فقط، والطيارة المسيرة لا تستهدف إلا تلك المناطق الشعبية. الناحية المهمة جدا، هناك حالة من الهدوء البري، وأؤكد أن هذا الحالة هي هدوء بري، بمعنى أن لا هذا الطرف يتقدم ولا ذاك الطرف يحاول التقدم، وإنما هي عبارة عن تبادلات بين الطرفين ولا تفضي إلى أي معارك نهائيا، لأن هناك خطة لاحقا سوف تنفذ على سوريا، وأقول وأعيد هناك خطة معينة سوف يتم تنفيذه على الأرض السورية. نعم، طيب يعني برأيك هل ستبقى هذه الحرب الوكالة بين الأطراف، حرب وكالة، وطبعا يعني هم للأسف هم السوريين الذين يدفعون يحاربون بعضهم البعض على هذه الأرض، وهم أيضا السوريين الضحية دوما؟ هي حرب بالوكالة من البداية. إذا انتبهنا ورجعنا الأحداث بالتدريج، نجد أن الجميع لديه مشغل أكبر، هذا المشغل هو الذي يستثمر على الأرض السورية. ونعود ونؤكد أن البعد الجيوسياسي الخاص بسوريا هو الذي يجعل من تلك الأدوات أدوات لغيرها من الخارج، وبالتالي حرب الوكالة، حرب أمريكية، حرب تركية، حرب روسية، حرب إيرانية، جميعهم يعمل على الأرض السورية بأدواتهم الموجودة على الأرض السورية، وبالتالي الضحايا سابقا ولاحقا وبشكل دائم وفي كافة الحروب يبقى المواطن العادي الذي يحاول الحصول على لقمة عيشه، وبالتالي المستفيد الأكبر هم المشغلون، والأدوات هي عبارة عن أدوات تبدل بين اللحظة والأخرى والفترة والأخرى. شكرا لك سيد حسام على جميع هذه المعلومات. من بولندا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسام نجار، شكرا لك.